مار نصر الله بطرس صفير كأن عمره من عمر لبنان وتاريخه من تاريخ لبنان، هو من آخر الكبار المستمرين والباقين في هذا التاريخ. في 15 أيار 1920 ولد نصر الله صفير في ريفون مع ولادة لبنان الكبير في قصر الصنوبر في بيروت، ومن يومها لم يفترق التوأمان. وحيد العائلة، ترك والده مارون ووالدته حني فهد وأخواته الخمس، واختار درب المسيح مبتدئا في مدرسة مار عبدة في هرهري القطين، ثم في إكليريكية غزير والجامعة اليسوعية في بيروت دارسا الفلسفة إلى جانب اللاهوت. في العام 52 أصبح كاهنا إلى الأبد وخادما للرعية في فيطرون، وأمينا للسر في أبرشية دمشق التي كان مقرها في صربة، ومدرسا للعربية والفلسفة والترجمة. في العام 56 اختاره البطريرك مار بولس بطرس لمعوشي أمينا لسر البطريركية المارونية في بكركي، ومنذ ذلك التاريخ منذ 50 عاما صار كاتم أسرار الصرح الذي لا يعطي سره لأحد. في العام 61 رقي الأب صفير إلى رتبة الأسقفية، وظل نائبا بطريركيا في بكركي، وأصبح مدبرا عاما لشؤونها إلى جانب المطران أنطونيوس خريش الذي أصبح البطريرك 75 للموارنة في العام 75 مع بداية الحرب في لبنان. دفع المسيحيون ثمن هذه الحرب غاليا، ودفعت بكركي من رصيدها ومكانتها بعد تهجير الجبل في العام 83، فتدخل الفاتيكان وتم تعيين المطران إبراهيم الحلو مدبرا بطريركيا عاما. 19 نيسان 1986 انتخب مجلس الأساقفة الموارنة المطران صفير بطريركا، فكتب تاريخ جديد لبكركي في أشد المراحل خطورة على المسيحيين في لبنان. كان البطريرك 76 يعرف أي دور ينتظره. إن لوعونا ما نحن إليه مدعوون، وهو ما دعيت إليه كنيستنا المقدسة وبطاركتها المجاهدون، غير أن ما يخفف عنا ثقل الحمل يقينا أننا نمشي وراء يسوع، وأن هناك كثيرين من الشعب يحملون معنا الصليب. حمل البطريرك صفير صليبه ومشى طريقه الذي كان حافلا بالمحطات والاستحقاقات المصيرية، ولعل أهمها في مرحلة حربي التحرير والإلغاء واتفاق الطائف في العام 89 والعام 90، عندما كانت الجمهورية على حافة الهاوية، وعندما تحملت بكركي الاعتداء عليها. في مرحلة الأحباط المسيحي بعد نفي العماد ميشيل عون إلى باريس وسجن الدكتور سمير جعجع، تحولت بكركي إلى خشبة الخلاص، وتحول البطريرك صفير إلى أحد أهم البطاركة في تاريخ الكنيسة، وأصبح الحصن المنيع الذي لا يمكن تجاوزه أو إسقاطه. وحيدا من دون جيش، بكلام لا يستسلم، هز سيد بكركي عهد الوصاية على لبنان مؤسسا لعهد الاستقلال الثاني. جمعته مع البابا يوحنا بولس الثاني رفقة عمر ونضال وإيمان تكرست مع ترقيته إلى رتبة الكاردينالية في 24 تشرين الثاني في العام 94. grâce à ce combat de la foi qu'elle a mené avec tant de courage et de ténacité que le monde a pu assister à un changement radical en Europe, qu'il me soit permis de donner un témoignage personnel sur ce que vous avez fait pour mon pays, pays des cèdres, le Liban, tant de fois cité. Tant de fois cité par l'Écriture sainte. Vous le portez dans votre cœur de paix, comme vous l'avez toujours proclamé, en raison de ce qu'il représente comme valeurs spirituelles et humaines, et où des adeptes des deux plus grandes religions dans le monde, le christianisme et l'islam.
في العاشر من أيار كان الحدث الكبير في لبنان، بعد تأجيل 3 سنوات على أثر تفجير كنيسة سيدة النجاة. وفى البابا ندره وجاء إلى بلد الأرز والرسالة ليسلم سيد بكركي في حريصة نص الإرشاد الرسولي رجاء جديد للبنان، ويزرع الأمل بوعد جديد بالخلاص. 20 أيلول من العام 2000، بعد 3 أشهر على انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، صدر النداء الأول عن مجلس المطارنة الموارنة كأول إشارة لانطلاق حملة استعادة السيادة الكاملة والمطالبة بانسحاب الجيش السوري من لبنان. على رغم الحملات الكثيرة لم تتراجع بكركي ولم تهتز، وبدأ البطريرك صفير يستقطب الحركة السيادية في عظاته في الداخل وفي جولاته في الخارج. مع لقاء قرنة شهوان الذي تأسس برعاية بكركي، بدأ النداء الأول يأخذ طريقه إلى التحقيق وصار موعدا سنويا منتظرا. في 3 آب 2001 حقق البطريرك صفير إنجازا تاريخيا، هدم خطوط التماس السياسية والنفسية والطائفية، وزار الجبل من أجل المصالحة مع النائب وليد جملاط، مؤسسا لجسر العبور الحقيقي إلى لبنان الواحد، وأطلق الأمل بوعد جديد. تحقق الوعد بانسحاب الجيش السوري في 26 نيسان 2005 بعد القرار 1559، وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانتفاضة الأرز في 14 آذار. ولكن مهمة البطريرك لم تنتهي، فلبنان لا يزال في دائرة الخطر وفي مرحلة تكاد تشبه مرحلة الفراغ والانقسام في العام 89. كثيرون يتطلعون اليوم إلى بكركي وإلى البطريرك صفير كما فعلوا دائما. كثيرون لا تعجبهم مواقف بكركي فينتقدون ويجرحون، ولكن البطريرك الذي أعطى دائما الأمل بالخلاص لا يزال يملك هذا الوعد. في خريف عمره يزرع ربيع لبنان بالأمل، وفي يبيله الذهبي في بكركي يظل الرقم الصعب والرقيم البطريركي الصعب واحدا من البطاركة الذين صلبانهم من خشب وإيمانهم من ذهب. فالحب أقوى.